عفاف، ما في أحلى ولا أرقى أن نبدأ صباحنا لليوم مع الشعر والكتابة، خاصة إذا امتزجت مع الفن التشكيلي بشاعرة عندها فيض من الشعر الأنثوي الراقي. اليوم رح نطلع على دواوينها وعلى أهم أعمالها وشو العلاقة ما بين الفن التشكيلي والشعر لحتى ينتج عنا خمس دواوين مميزة بشكل كتير كبير. صحيح فرح، واليوم ضيفتنا شاعر، ما أنا شاعرة بس فقط، وهي فنانة تشكيلية ربطت بين اللوحة والكتابة بقصائد مثرية، وتميزت أيضا بأنها نصيرة للمرأة في مواجهة تجريدات الواقع التي تحكم قبضتها في وجه من يسعى لإقبال وجودها. اليوم نرحب برنا محمود، شاعرة وفنانة تشكيلية وعضو في اتحاد فنانين تشكيليين. أيضا صباح الخير. صباحك ورد، صباحك فل، صباح الشام والياسمين. قد جئتكم والغار يسبق خطوتي، والحب في قلبي حنين مزهر، وتشدني أغصان شوق كي أقبل زهرة النانرج والجوري وأفرش الأهداب تحت الياسمين كرم العاشقين. قد جئت أتلو آية العشق على أبواب شامي، أرشف العزة بكاسات الهوى وعلى تراب الشام أسكر. قد جئت أمسح عن جباه المتعبين غبار دهر من تعب، وأغوص في بردة لأملأ دفقة الشريان من ماء الذهب. ما سر فاتنة دمشق؟ يفنى الزمان ولا تشيخ، يفنى الوجود وتبقى فاتنتي تجود. يسلم هالتم، شكرا كثير لك. ما في احلى من انه نبدا بقصيده لدمشق. قبل ما نعرف التفاصيل وكيف كانت بدايات الاستاذه رنا، خلينا نتعرف من حضرتك، من هي الشاعره والفنانه رنا محمود، وكيف بلشتي بهي المسيره؟ انا امراه بقلبي طفله لا تكبر وترفض ان تكبر. كيف بدات الكتابه؟ أعتقد اصطدامي بالواقع، اصطدام المرأة بالواقع بقلبي طفلة يدفعني أو دفعني إلى الكتابة. فقلت في هذا النص: من أنا؟ سؤالك من رنا؟ حين شاء أبي أن يرسمني لوحة، أنجبتني أمي قصيدة لا تشبهها قصيدة أخرى، وصرت ألون الفراشات بأنفاس الطفولة، وأعلق الزهور ضفائر عشق على كتفي. فيا لدمي المغسول بوميد الكلمة المبارك بشعرية اللوحة في عيون لوناليزا. أنا الفراشة والفرشاة والألوان وحكايا ألف ليلة وليلة، وروحي طيور عشق تحلق في سماء قاسيون ونوارس اللاذقيات شقيقات البحر. فلماذا جبلت بزرقاء اليمامة؟ في فتنة البصر أرسم الأشجار شعرا وأبث دمائي كألوان قوس قزح. هذه شارتي وإشارتي في الحوريات، وسأظل أعلق الشعر قناديل
برتقالية الألوان في كل شوارع الشام. سأظل أعلق الشعر قناديل برتقالية الألوان في كل شوارع الشام لتعرف من أنا، لتعرف من أنا، وتمنح الأطفال أجنحة الخلود. فمن أنا؟ وآه من أنا؟ قصيدة أنجبتها أمي حين شاء أبي. هذه إجابة عن سؤالين، من أنا والعلاقة بين الرسم والشعر. أنا إذا لاحظتي أستخدم مفردات لها علاقة بالرسم في قصائدي. خلينا نتعرف منك أستاذة رنا اليوم من خلال المواضيع والمواقف الحياتية والواقع يلي عايشته رنا، شو يلي أكثر شيء ممكن إنه يثير قلم رنا للكتابة؟ يلي بيصير رنا، أنا غالبا أكتب، الكتابة عندي نزيف، لا أذكر أني كتبت نصا إلا وكانت دموعي تجري على خدي من ألم، من حرمان، من غضب، من رد فعل عن أذية ما. فمثلا أنا أكتب قصيدة النثر. قصيدة النثر هي إحدى الصعوبات التي واجهتها أنا كشاعرة. مستوحاة من الواقع، من واقع رنا ولا من واقع قصيدة الحياة بشكل عام؟ قصيدة النثر هي أنثى متمردة. اختلف النقاد على تسميتها بهذا المصطلح، منهم من سماها قصيدة النثر أو الشعر المنثور. قصيدة متمردة لأنها بعيدة عن الأوزان أو عن البحور، هي تعتمد على الدهشة وعلى الإيحاء وعلى الرمزية وعلى الصور المعبرة والموسيقى الداخلية بين الكلمات داخل النص. لماذا قلت هي أنثى متمردة؟ لأني أشبهها للأنثى المتمردة. القصيدة النثرية هي مجردة من الوزن ومن القافية، وهي إحدى الصعوبات التي واجهتها، لأن إلى اليوم وبالرغم أني أنا تجربتي الشعرية تضم 5 دواوين شعرية، إلا أنني ما زلت أعاني من أحيانا، وبالرغم من أن أعتقد أنا من أصحاب الحظ الجميل أنه كتب وكرمني الأسماء كبيرة، كتب عن مجموعاتي الشعرية، لي الفخر هذه الأسماء أنها قدمت لي دراسات وكرمتني بإضاءتها على دواويني الشعرية. وبالرغم من هذا إلا أني ما زلت أواجه بعض الأصوات التي تقول قصيدة النثر ليست شعرا، وبالتالي هذه الشاعرة ليست شاعرة. الألم والوجع من مزدوج أنثى وليست شاعرة. أن تقولي أننا اليوم وصلنا إلى عصر أن المرأة ليست محاربة والأنثى ليست محاربة، وبدليل أننا مجتمعين هنا، لا أعتقد في داخل كل واحدة منا. شوفي حالك أستاذة رنا أنه أنت صوت المرأة اليوم وممكن تعبري عن أوجاعك. هذا جواب ربما على سؤالك، أيضا سؤالك الذي سألتيني أنه لماذا تكتبين. هذه إحدى مشكلاتي، الألم هو يدفعني إلى الكتابة. وأيضا بدأت أني قلت أني أن هذا الطفل الذي بداخلي لا يكبر، صدامي بالواقع، أصطدم بالواقع بشكل يؤذيني،
أرفض هذا التلوث الموجود. ربما هذه أحاسيس شاعرة أو أحاسيس فنانة لا أدري، وربما هذا ما يميز الشاعر أو الفنان عن غيره. أكيد لما بنحكي عن شاعر فهو أحاسيسه يمكن بتكون مضاعفة، وأحساسه بالواقع صحيح. بتفاصيل الأمور صحيح. أيضا مضاعفة. واليوم يمكن مثل ما بنقول فنانة باتجاهين، بالفن التشكيلي وبالشعر، وهون هذا الدمج أكيد رح ينتج عنه شيء خلاق وشيء مبدع كتير. خلينا نعرف، حكيتي يمكن كلمات معبرة وشعر بالبداية عن العلاقة بيناتهم، لكن خلينا نعرف شو عطاكي الفن التشكيلي ميزة بالشعر؟ كيف قدرتي تدمجي بيناتهم وتعطينا هي اللوحات المميزة؟ الشعر والفن أعتبرهما طيرين يطيران في السماء، في سماء واحدة، فضاء واحد، هي الأحاسيس، وإثنانهما يعبران عن أحاسيسنا وعن مشاعرنا وعن الأفكار، وإن كانت اللوحة أو القصيدة. أنا بالفن مختصة بالنحت، مختص بالنحت طبعا، أمارس الرسم، الرسام ينحت، أو النحات يجب أن يكون رساما، وأجد أن القصيدة نحت من حروف، والنحت أيضا هو نحت ولكن من حجر، اثنانهما نحت في الروح بلغة مشابهة، لغة المشاعر والأحاسيس الفياضة. وكثيرا من الشعراء رسموا واهتموا بالفن، أذكر جبران، خليل جبران، فاتح المدرس، أدونيس، طبعا أنا أثق بأن الفن هو لغة واحدة، إن كانت كتابة أو كانت رسم أو نحت أو مسرح أو غناء، فهي جميعها تعبر عن مكنونات ما بداخلنا، عن مشاعرنا، إن كان النص النثري، وأنا أصر أن أسمي النص النثري قصيدة نثرية، رغم أن كثير من الشعراء اختلفوا على تسمية هذه القصيدة، قصيدة النثر، بهذا المصطلح، مثل نازك الملائكة التي أعشقها، ولكنها رغم ذلك هي رفضت أن تسمي القصيدة النثرية بهذا الاسم، هي تعتبر الشعر شعر والنثر نثر. ولكن أدونيس أنصف القصيدة النثرية وأعطاها حقها، وقال أن أذكر أنه قال كثيرا من الشعراء الذين كتبوا القصيدة الموزونة، شعراء الغرب، كتبوا فيما بعد قصيدة النثر، كتبوا الموزون ثم كتبوا قصيدة النثر، هذا يعني أن قصيدة النثر هي خلاصة، مع خلاصة فيض من المشاعر وليس استسهال، لأنه قصيدة النثر متهمة أن من يكتبها هو يستسهل الكتابة عندما يتحرر من قيود البحر والوزن. يمكن كمان هذا الخلاف قديم جديد، خلينا نقول قديم، منذ يمكن مطلع القصيدة النثرية وحتى لليوم، واختلف النقاد على يمكن انصافها او اختلف النقاد على تسميتها. اليوم بخمس دواوين شعرية قدرتي تنضمي لاتحاد الكتاب، وشو بيعني لك هذا الانضمام؟ سؤال جميل. انا باعتباري اعتبر نفسي اني بصراحة أنا من النوع الذي حتى عندما أستشير أعود إلى قراري، فأنا بعيدة عن اختيار تنظيم بالمعنى الواسع، ولكن بعد أن صدر لي خمس دواوين شعرية، وخاصة
الديوان الخامس الذي عنوانه روناليزا، وكانت قراءته النقدية من حوالي شهر بثقافة كفر سوسة في دمشق. بعد هذه القراءة شعرت أنه حان وقت أن أتقدم إلى اتحاد كتاب العرب. لماذا؟ أنا يوجد نتائج، أو لنقول اتحاد كتاب العرب برئاسته الحالية قدمت أنشطة وقدمت نتائج وقدمت نجاحات كبيرة على مستوى الكاتب، على مستوى بمجال الكتاب، إن كان قاص أو شعر أو روائي. فشعرت أن هذا النجاح أو هذه الجهود التي قدمها اتحاد كتاب العرب بمتمثل اتحاد كتاب العرب برئيسها الحالي مع المكتب التنفيذي، شعرت أني ربما قد أجد حقي، أو أشعر أن حقي قد وصل، أو أستطيع أن أقدم أكثر من خلال الاتحاد. فهذا القرار كان مؤخرا، ولكني أشكرك على هذا السؤال. أنا سأقدم قريبا على اتحاد كتاب العرب. كل التوفيق. شكرا. حصاد، يمكن حصاد بتستاهلية نتيجة تعب سنوات. تسلمي يا رب، هي تجربة، وأنا طالما أقول أني صاحب التجربة، وأخجل إلى الآن أن أقول أني شاعرة. أنتظر الشعراء والنقاد الكبار هم من يقيموا. أريد أن أنهي بنص للحب. أكيد، يلا عم نسمع. يقول الشعراء أو النقاد الذين قدموا قراءات لقصائدي، أكثر حتى الصحافة، وحضرتك ذكرتي أني نصيرة المرأة، دائما عندي شعور أنه المرأة مظلومة. هذا الشعور لا أعرف لماذا لا أتخلص منه، ويظهر في كمان نصوصي. كمان بالمقابل إنك كيدنا عظيم، يعني ما بدنا لهالدرجة نظلم المرأة. لا المرأة مظلومة بحاجة اليوم لصوت، رغم الظاهر الذي ما يظهر، لكن هي تستطيعين أن ترفعي صوتك إذا كان رجل مقابلك، إذا كان موجود مثلا، تلتزم الصمت انه بتختصري. هذا مثال ربما. معنا نحن لسه دقيقتين رح نختمها بقصيدة. لن انهي بقصيدة حب عن المرأة، كيف مشاعري وماذا اريد ان اقول. على صخرتي العالية، حين يفصح غيث الكلام ويعلو سيف البيان، لا شيء في معاني الرجولة قبل الوفاء. أنا فارسة المعنى في صولة القول، لا تخوم لأرض قصيدتي. أنا فارسة الميدان، وفي الحب لي رقرقة الأنوثة وأجنحة الفراشات. أقف على صخرتي العالية وأدون صدى الرجولة وأنوثة البيان، وفحوى السحاب وأنوثة المطر مطر مطر. مقطع قصير تفضل. الحب، أنا لا أرى أن الحب فيه عيب أو خجل، أنا لا أخجل من إعلان الحب. إذا كانت الخطيئة الأولى بدأت من الجنة، فلماذا نحن ننكر الحب ونعتبره عيب في مجتمعنا، بل أتباهى به. حتى حين أعبر عن الحب ربما عنيفة بكل أبجديات الهوى،
بكل أبجديات الهوى سأعلن الحرب على شتاءاتك الباردة، وشهد قلبي سيقتحم أشواكك براجمات الورود، فبروج روحي تنتظر ظلك بقلبي راهبة فقط. يسلم هتم، شكرا كثير لك. وهي الاحاسيس اللي شفناها وهي الرقه وبنفس الوقت الشجاعه الانثويه اللي نحن بحاجه لها. بدي اتمنى لك كل التوفيق وبانتظار دوري. شكرا لحضراتكم، شكرا لاستضافتكم، شكرا لكل العاملين في قناه الاخباريه السوريه. شكرا لكم، شكرا لك. خفيفه كنت أكيد. خفيفه الظل اكيد نورتي صباحنا. اهلا وسهلا فيك.